السلام عليكم يا رفاق، كيف لوم؟ اليوم في هذا المقطع اخيرا سنعرف الحقيقه بعد معاناه طويله. غير لي تريفر فاذا بي اسفجأ بان يرتدي هذه الملابس الخاصه بالفتيات. لا استبعد البارحه ان شرب شيئا قويا جدا، وبعد مرور 12 ساعه بالضبط على المهمه الاخيره اتوقع الان ان اخر مهمه ستكون قد ظهرت، وبالفعل هي قد ظهرت. هي موجوده بالقرب من مطار تريفر في الجراند سينيورا دي زيرت. اول شيء سنفعله سنتجه نحو المنزل، نغير هذه الملابس وبعدها ساعود لكم. معكم مايكل ذا ايبسيلونست. هذا المكان لا زلت اتذكره جيدا لان اثناء لعبنا جراند اونلاين وجدنا تلك الدمى، اذا تذكرتهم في تحدي البحث عنها احد تلك الدمى كانت في هذه المنطقه بالضبط، وها هي الفتاه مارني خرجت، وخرج كذلك ذلك الشخص الذي اخذ الطائره في المقطع السابق، والان سيقومون باعطاء الميداليه الذهبيه الخاصه بالايبسيلونست العظيم، يعني ان مستواي الان اصبح عالي جدا، لم اعد شخصا عاديا. وهذا الصوت الغريب الان خرج من بوق، ولا استبعد ان ذلك الشخص الذي تحدث هو البوس الكبير، الراس الكبيره الذي سنلتقي به يا اصدقاء في هذا المقطع ان شاء الله، وسنقوم بانهاء هذه السلسله نهائيا. مارني اخبرتني الان قبل ان اعرف الحقيقه وقبل ان التقي بالزعيم يجب علي ارتداء القلاده وارتداء البدله. ها نحن لقد ارتديناهم، اخذوا السياره وسيذهبون، مع السلامه نلتقي لاحقا. اذا اردتم مني كذلك اللحاق بامكانك الكتابه الى اين سيذهبوا بالضبط، فقط اخبروني في الردود واكيد سافعلها. واخيرا بعد عناء طويل عرفنا لمن هذه المقطورة بالضبط ومن يملكها، يملكها أعضاء مجموعة الإبسيلون بروغرام. طلبوا مني الجري ما يقارب الخمسة أميال في هذه الصحراء لكي يتأكدوا من عزيمتي وإرادتي في الالتقاء بالبوس الزعيم. يجب علينا الحذر كذلك لأن هذه المنطقة فيها الكثير من الحيوانات. حسنا سنأخذ هذا السلاح المسدس فقط، وهي لكي نستمر في الجري. إذا ظهر حيوان ما سأقوم بالتصيد عليه، وكما تلاحظون 0.2 مايلز وقت إن الديزرت. يجب علي الجري ما يقارب الخمسة مايلز، عدد هائل جدا من المايلز. سيتطلب مني الامر ما يقارب تقريبا 20 دقيقه لكي استطيع فعل هذا التحدي، وكذلك علي الحذر كثيرا لان في بعض الاحيان يكون هناك الكوغر في هذا المكان. وما هذه السياره؟ اول مره صراحه ارى سياره مركونه في هذا المكان، شاهدوا شيء غريب تشبه سياره نيكو بيليك. انتظروا نكشف. لكن هذه السياره ليست هي سياره نيكو بيليك، شيء عجيب مركونه لوحدها في هذه المنطقه يا اصدقائي. هل في امكاني الدخول لها؟ السياره مقفوله، اسمها الالباني امبيرر، شيء غريب جدا. المهم هي لكي نتابع الجري في هذه الصحراء. لا اعلم هل في امكاني اختصار الوقت باستعمال الموضات، وهذا ما سنحاول فعله. الورد سبيد سيضيف سرعه، لكن تلك السرعه هي قليله. لقد سمعته. ها ورايتموه موت. واو، قلت لكم هذه المنطقة خطيرة، فيها نمر الجبال وبعض من الحيوانات الشرسة. في لعبة جي تي اف 5 الحيوان الوحيد الشرس عندنا هو نمر الجبال، لا توجد اسود، هناك نمر فقط. انتظروا نكتشف هل في امكاني اضافة السرعة للبلاير، يعني طريقة التحرك بسرعة. ووك ان دران سبيد، نعم ها يا اصدقائي. لا استطيع اضافة سبيد. واو، شركة روكستار جيمز لا تريد منا ان نغش. رايتم سبيد الان اصبح متجمد. منطقيا واوتوماتيكيا في امكانكم اضافة هذا السبيد، لكن بعد فتحكم لهذه المهمة لا يمكن اضافة ذلك السبيد نهائيا. واو، مشكل كبير يا رفاق. ومايكل سيستمر في قول كلمة كيف لوم، وهي تعني السلام عليكم. المهم سأستمر في الجاني وسأسرع المقطع، سيتطلب مني الأمر ما يقارب 20 دقيقة لكي أستطيع إنهاء هذا التحدي، وعندما سأنهي سأعود لكم. وعدت لكم يا رفاق الاوفياء، اقتربنا صراحه من الوصول لاربع مايل، وبالفعل لقد فعلته اخيرا، بقي لي مايل واحد فقط. واكتشفت صراحه استراتيجيه خطيره جدا لكي تستطيعوا انهاء هذا التحدي بسرعه باستعمال الموضات بطبيعه الحال، ساشرح لكم لكن بعد لحظات. اذا استعملتم النوكليب التحدي سيحسب لكم يا اصدقائي، وستستطيعون انهاءها بسرعه كبيره. ها هو كريس الزعيم اتصل بي. واو لقد اجبته، لكن لماذا قطع علي الاتصال؟ المهم طريقة الجري بسرعة في هذه الصحراء هي استعمال النوكليب والجري بهذه الطريقة. شاهدوا يا رفاق مباشرة 4.3، رأيتم مايكل سيبدأ في قول كيف لوم 4.4، رأيتم بسرعة كبيرة. الآن سنتجول يا أصدقائي في المنطقة، اللعبة تعتقد أنني أقوم بالجري لكن في الحقيقة أنا أستعمل نوكليب. ها هو مرة أخرى لقد اتصل، وهي سنستمع للاتصال.
I've been following your progress very closely. قال لنا بأن اسمه فروماج. فروماج أو فروماج. One more mile and you will have arrived at where you are. Make me proud, Zandar. Craft be praised. وقال لي بأن راقبني ولقد اقتربت من التقرب له لكي أستطيع معرفة الحقيقة. وقال لي بأن لم يتبقى لي كثير، مايل واحد فقط، وسأصبح عضوا مهما في منظمة الإبسيلون السرية، وحينها سنعرف الحقيقة. كيف؟ 5 miles walked in the desert. Boom, let's go boys. ونحن أنهينا المهمة. Pilgrimage complete. الحج أنهينا. هذه الطقوس التي فعلناها في الصحراء هي عبارة عن الحج، أخذوها من الطقوس الإسلامية، خصوصا الطواف بين الصفا والمروة. نحن تجولنا في صحراء سينورا ديزرت. وفي انتظار الاتصال الهاتفي أو ظهور المهمة، سأذهب للمنزل، أقوم بعمل سيف جيم، أغتسل قليلا. وها هو الاتصال لقد جاء. ماذا يريد كريس؟ Am I finished? No, your journey is just beginning. أخبرنا هل انتهينا؟ وقال لنا بأننا لم ننتهي بعد. بل our journey يعني رحلتنا بدأت. No longer exist. You are ready. Ready for what? To make another investment in yourself. Bring a generous tithe to the center in Vinewood, and I will personally receive you. وطلب مني القيام بعمل له، وهو إحضار شيء ما للفاينود، وهذا ما سنقوم بفعله. وأتوقع أن المهمة ستكون قد ظهرت. لم تظهر بعد. فاينود هنا، يعني المهمة يجب أن تظهر في هذا المكان. وأخيرا بعد مرور 12 ساعة من اللعبة، ها هي المهمة ظهرت. مقرهم قريب جدا من منزلي مايكل. سنأخذ سيارتنا وهي لكي نتجه عندهم. أنا مستعد الآن، هذه المهمة ستكون هي المهمة الأخيرة يا أصدقائي، وبعدها سنعرف الحقيقة. شاهدوا هل عندي المال، لأنني سأحتاج ل 50,000 دولار، يعني ما يقارب 16,663,000. تذكروا معي ذلك المبلغ جيدا، لأن ممكن أن يعطونا المال، خصوصا بعدما أصبحنا أعضاء مهمين في مجموعة الإبسيلون، أو بالأحرى تسميتها في الحياة الواقعية هي منظمة الماسونية الخطيرة. عندهم أموال طائلة، لا أستبعد أنهم سيتبرعون لي بالقليل من المال. وبعد الدخول هنا بدأت الكاتسين، ورحب بي الحارس. واو، وأخيرا كريس لقد ظهر. قال لي مرحبا بك يا زوندار، هذا هو الزعيم. كيف لوم يا صديقي زوندار؟ لقد تبرعت لكم بعدد هائل جدا من الأموال، قمت بالكثير من الأعمال الخاصة بكم. الآن هي أرجوكم جازوني وأعطوني المال. يمكن أن تلك الحقائب فيها المال، لكن لماذا أعطاه مايكل المال؟ لقد أعطينا يا أصدقائي 50,000 دولار، لماذا أعطينا العكس صحيح. كريس هو الذي عليه إعطاء المال لي وليس العكس. طريقة الحوار ما بين مايكل وكريس غريبة جدا، لأن كريس يتحدث مع مايكل ويسأله، ومايكل يقول له كيف لهم فقط، كأنهم سحروه، ومايكل لم يعد يستوعب أي شيء، وأصبح روبوت سيقوم بأعمالهم القادرة فقط. بالنسبة لكريس لقد ذهب يا أصدقائي ودخل لقصره. واو، قصر كبير، يعني أن ذلك الشخص غني جدا. المهم طلبوا مني السياقة بالخلف من هذا الشخص، وهذا ما سنحاول فعله. كيف لهم؟ How much money is in here anyway? سألهم مايكل كم لدي من المال في هذه السيارة، لكنهم لم يخبرونا، بل قرروا كتمان الأمر. وصلنا بالقرب من لوس سانتوس كاستم، تذكروا معي طائرة كذلك لونها أزرق سماوي مفتوح. بارك دكار، أوكي حسنا، اكسيد دكار، ها أنا ذا لقد خرج. كيف حالك يا صديقي؟ هل أنت بخير؟ أوكي، ما الذي علينا فعله الآن؟ الشباب سينزلون وسيقومون بأخذ ذلك المال، وما الذي سنفعله نحن يا صديقي؟ أوكي لقد فهمتك، هيا لكي ننطلق. واكين توك يا صديقي. كيف لوم زي عندها، رأيتم بالخلف كيف لوم برادر برادر. مع السلامة يا صديقي أيها الحارس، وهيا لكي نكتشف ما هي جائزتنا الآن بعد فعل جميع هذه المهام. أكيد يا صديقي، شكرا لك يا صديقي. كيف لوم يا صديقي، ووو، جت على ركبتين وبدأ في العبانة. أوكي ما الذي حدث؟ لماذا هربت؟ تعال. Achievement unlock. كيف لهم؟ حصلت على Achievement. You completed unknowing the truth. كيف هذا؟ لقد ذهبت الهليكوبتر. هل هذه هي هديتي؟ هذا التراكتر سيء جدا. هذه هي الهدية التي أعطوها لي أصدقائي. أصلا لست متأكد هل المحرك هذا التراكتر يشتغل. نعم المحرك يشتغل، لكن لماذا خدعتموني وأعطيتموني هذا التراكتر الذي لا يساوي 100 دولار؟ ولا يمكنني اصلا ادخال لوس سانتوس كاستم. وها هي مارني راسلتني، ماذا قالت لي الان؟ قالت لي كيف لون برادر، يو ار ناو ترول، انت الان حقيقه واحد منا. واخيرا اخبرتني بالحقيقه، قالت لي وي ورشيب كراف وير ذا ايرث ريتشز اوت تو ذا ناينت بارادايم. قالت لي بانهم يعبدون كراف، وكراف موجود في منطقه
تلك المنطقة الأرض تصل فيها للناين بارادايم. بارادايم لا أعلم صراحة ماذا تعني، ممكن أن الناين بارادايم تعني الجنة التاسعة أو شيء من هذا القبيل، لست متأكد لأني لا أعلم ماذا تعني بارادايم بالضبط باللغة العربية، وسأترك لكم حرية ترجمة الأمر. وبالنسبة لذلك الصديق لقد هارب واختفى نهائيا ولم أربح أي شيء، لقد ربحت فقط الإصبع الأوسط مع هؤلاء الكلاب. هذا ما سيحدث لكم إذا لحقتم بذلك الشخص، لكن الآن سأشرح لكم الطريقة الحقيقية التي عليكم فعلها لكي تقوم بإنهاء المهمة الأخيرة ولكي لا يخدعكم أعضاء هذه المنظمة الأغبياء. عدت لكم مرة أخرى يا أصدقائي، شاهدوا الطريقة الحقيقية التي عليكم فعلها. إذا لاحظتم لقد تم تخفيض مبلغ $50,000 مني لهذا السبب، لكي تبدأ أصلا هذه المهمة يجب أن يكون لديكم مبلغ $50,000 لكي تدفعه لكريس. وها هي الهليكوبتر لقد جاءت كما تلاحظون يا أصدقائي، ستنزل هناك. سنستمر فقط في اللحاق بالخلف من هؤلاء الأشخاص، لكن في الأخير سنقوم بشيء خطير جدا وسنقوم بسرقة المال. نعم هذه هي الطريقة الحقيقية التي عليكم فعلها إذا أردتم الحصول على أموال طائلة. هذه الأموال لن حلم بها كريس نهائيا، بل سنقوم بسرقتها. وعدد الأموال صراحة فإن طائل يا رفاقي. كيف حالك يا صديقي؟ أنت بخير؟ نعم good work يا صديقي good work. لودي جاب. المهم في هذه الأثناء هذا ما عليكم فعله يا أصدقائي، وهو قتل هؤلاء المغفلون الأغبياء. كما تلاحظون سيبدأون في الهجوم عليكم وسيبدأون في التسديد عليكم. ما عليكم فعله هو قتلهم بهذه الطريقة. تحرك يا صديقي مايكل، اختبئ، أحسنت. ويجب علينا تدمير جميع هؤلاء الأعداء إذا أردنا الحصول على الجولد تروفي. مشكل، يجب علي الهروب، وسأخبركم لماذا. لكي لا تنفجر تلك السيارة، هذا الكلب سأصيبه، أحسنت. لقد قتلت الجميع تقريبا. نعم دمر جميع الأعداء ودمرت سياراتهم، وهناك مزيد من الأعداء. حسنا لا تقلقوا. بالنسبة للأعداء بالأحمر يجب علي قتلهم كلهم لكي أستطيع الحصول على الجولد تروفي في هذه المهمة. لا يجب علي الهروب. متأنتي أيها الكلب، مش أنت كذلك؟ يا سلام، لن أترك لي رجال الشرطة المجال في قتلهم. ممتاز، قتلت الجميع تقريبا، وهيا لكي نهرب. وفي هذه الأثناء يا أصدقائي سيصبح مايكل هو أغنى شخص في لعبة جي تي اف 5، لأن المنظمة الخطيرة جدا وهي منظمة الماسونية التي تحكم العالم، أو كما نسميها في لعبة جي تي اف 5 ذا إبسيلونيس، قمنا بتدميرهم وسرقنا أموالهم وأصبحنا نحن الأغنياء في سان أندرياس. ممكن أن أهرب منهم أصلا قبل الوصول للوس سانتوس كاستو. نعم بالفعل لقد هربت منهم. Let's go boys. فتحنا يا أصدقائي كريس فورمج، شاهدوا حصلنا على عدد هائل جدا من المال. واو، ما يقارب 2,100,000 دولار أو 2,100,000,000 دولار، لست متأكد، سنحسب الأمر بعد لحظات يا رفاقي. المهم لقد قمنا بتدميرهم. هيا لكي نقرأ رسالة مارني. مارني كيف لوم؟ هذه المرة أرسلت لي رسالة مخالفة على الرسالة التي أرسلتها لنا سابقا عندما خدعوني. قالت لي أن كراف لا يرحم أي أحد، وعندي فرصة واحدة لكي أعيد ثقتهم. يجب علي كتابة التراكت. من هو التراكت؟ لست متأكد. يجب علي إعادة كتابة التراكت which has already been written، لكن ذلك التراكت لقد كتب. ممكن أن تتحدث في هذه الأثناء عن القدر، وفي الأخير أخبرتني بالحقيقة وهو أنهم يعبدون كراف، الشخص الذي يصل للأرض في 9 باراجرام في السماء التاسعة أو شيء من هذا القبيل. لم يظهر هنا ذلك المبلغ الذي حصلنا عليه. المهم كانت عندنا 16 مليون دولار، أصبحت عندنا الآن 18 مليون دولار، يعني أننا سرقنا من منظمة الإبسيلون 2,100,000 دولار. عدد هائل جدا من الأموال صراحة. لو كانت لدي 2 مليون دولار في الحياة الواقعية لأصبحت من بين الأغنياء في المغرب. وهنا سنكون قد وصلنا لنهاية المنظمة السرية، وأخيرا عرفنا الحقيقة في جي تي اف 5. كان معكم ياسين من قناة ياسبلينز، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة يا رفاق.